مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد من برنامجكم صدى الاقلام، نرصد خلاله ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في اندبندنت: احتجاجات العراق تتجدد بعد يومين على تولي الكاظم للسلطه. في الهيئه نت: هيئه علماء المسلمين تدعو لدعم او لعدم التعويل على وعود حكومه الكاظم. في العربي الجديد: العراق، حرائق بساتين ديالى تنذر بموجة تهجير جديدة. في الخليج: العراق يسجل 88 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة. في المدى: لجنة السلامة تقرر زيادة ساعات الحظر وإغلاق تام خلال عيد الفطر. في الشرق الأوسط: كورونا يحصد 280 ألف ضحية عالمياً، والإصابات تتجاوز 4 ملايين. في القدس العربي: مقتل 30 من أفراد البحرية الإيرانية في حادث قصف عن طريق الخطأ. من زاوية العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات لهذا اليوم، والبداية بهذا المقال. وفي مطلعه كتب كاتبه: لم تكن مصادفة طبعا أن يقوم آلاف المتظاهرين العراقيين باستئناف احتجاجاتهم في وسط وجنوب البلاد بعد إعلان تشكيل حكومة جديدة يرأسها مصطفى الكاظمي. صحيفة القدس العربي ترى أن محاولات الجهات السياسية المتنفذة التي مثلتها حكومة عبد المهدي المستقيلة في كسر الحراك الجماهيري بالقتل والاغتيالات وخطف الناشطين والنشطات وترويع المتظاهرين منهاجا معروفا للنظم القمعية الفاسدة، عنوانه الرئيس هو منع السياسة وتغليب منطق البطش والإرهاب. رئيس الحكومة المشكلة حديثا قام بمحاولة مد الجسور مع الجماهير الثائرة بإعلانه إطلاق سراح جميع موقفي الاحتجاجات وفتح تحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون، ولكن الحكومة لم تخرج عن كونها محصلة لتوازنات القوى ولا المحاصصة الطائفية، إضافة إلى كونها محصلة لتفاهم مؤقت بين إيران وأمريكا. أعلن الكاظمي في كلمته أمام البرلمان أن حكومته انتقالية إلى حين حصول انتخابات جديدة، لكن الانتخابات حتى لو جرت تحت إشراف دولي ستفتح باب التساؤل إن كان بإمكان المحتجين خلق تمثيلاتهم السياسية المعبرة عن الكتلة الوطنية الأكبر التي كانت ضحية لتحالف الفساد السياسي والإجرام، وهي الكتلة التي تمثل فعلا مصالح هؤلاء المتظاهرين، أم أن المنظومة السياسية الفاسدة والميليشيات الدموية التي تحاول كبح الشارع وإسكاته والقوى الخارجة المرعوبة من خروج العراق من تحت سطوتها ستتمكن مجددا من استغلال الانتخابات وإحكام قبضتها على الحكم من جديد. المطلوب من حكومة الكاظمي أكبر بكثير من إمكانياتها على تحقيقه، فتشكيلها على أسس المحاصصات والذي هو من صلب لعبة المصالح السياسية والفساد والتبعية الخارجية سيحد كثيرا من قدرتها على الحركة، بغض النظر عن الاتفاق على شخص رئيسها وعن التسوية الاضطرارية بين طهران وواشنطن. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن تأليف الحكومة الجديدة وعودة المتظاهرين على الرغم من جائحة كورونا والتصعيد الأمريكي الإيراني هو دليل على قوة إرادة المتظاهرين العراقيين، وهو دليل أيضا على عودة السياسة إلى العراق. إلى المقال الثاني، وجاء في مطلعه: من حق أي عراقي أن يستبشر بمجيء حكومة جديدة، لأن الشعب كان على طول الخط يائسا وفاقدا للثقة، وقلبه مدمى وثوبه إما مقطع أو مرقع، ولا أفق أمامه وسط غابة لا نهاية لها من المشاكل والتاريخ الأسود لمن حكم البلاد خلال 17 سنة ماضية. فتح عبد السلام يقول في مقاله المنشور في صحيفة الزمان إن هذا لا يعفي أحدا من مطالعة المشهد بعناية والتحذير من تكرار إفلات المسؤولين في الحكومات السابقة من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي. المزيد في سياق المادة الآتية. خرج وزراء الحكومة السابقة من الحكم من دون مساءلة عما أنجزوا أو لم ينجزوا، ونالوا التقاعد الوظيفي بسهولة تامة.
ولا يدري الشعب لماذا لم تبنى مدرسة أو مستشفى أو دار للمسنين أو محطات كهرباء، ولا يدري الشعب ماذا كانت تخطط وزارة التخطيط، وهل أضافت وزارة المالية الاحتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة أم استلفت منه؟ الشعب لم يطلع على شيء، وليس هناك آلية أو مجال لمكاشفة الشعب بما جرى له تحت حكومة مضت لا يذكر منها سوى صلتها المخزية بملف 700 شهيد لا تزال دماؤهم أمام عيون أمهاتهم. لا يعرف أحد هل كانت هناك خطة لكل وزارة في الإنجاز وكم المتحقق منها، أم تركت الأمور على شاكلة عهد مضى وعهد جاء. العراق لم يعرف هكذا التقاليد بعد 7 حكومات في الاستلام والتسليم. كنا نسمع فقط أن هناك مسؤولين كانوا يجمعون ملفات من طبيعة العمل لاستخدام سياسي على أرض البرلمان، ومضت الأيام ولم يتحدث أحد عن ضرورة إعلان خطة المنجز والمعلق أمام الشعب، لأن الوزير لم يكن جالسا في ملك أبيه ولا في ملك حزبه وقبيلته، وإنما في ملك الشعب. هكذا مضى الفاسدون إلى غايتهم وطويت صفحاتهم. إذا الآن إلى صحيفة أخرى، قالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية إن صعود مدير المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي إلى منصب رئيس الوزراء في العراق يأتي بعد حصوله على مباركة من زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله. وتساءلت الصحيفة في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط مارتن شولوف إن الكاظمي سيفلت من الظل الطويل لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني والذي خيم على العراق خلال السنوات الماضية. المزيد في سياق المادة الآتية. في نهاية شباط وبعد 6 أسابيع على مقتل الجنرال سليماني بقصف من طائرة أمريكية مسيرة في مطار بغداد الدولي، كان هناك مرشح لمنصب رئيس الوزراء الشاغر في العراق يحضر وبعصبية للقاء قد يؤمن له المنصب. وكان صعود مصطفى الكاظمي إلى أهم منصب في البلاد غير تقليدي مثلما كانت رحلته التي قام بها من بغداد إلى بيروت. مصير الكاظمي سيقرر هذه المرة في عاصمة أخرى وهي بيروت، حيث كان زعيم حزب الله ينتظر لقاءه. فحسن نصر الله ركز من الناحية التقليدية على أمور تتعلق بالداخل اللبناني، لكنه وجد نفسه بعد مقتل سليماني لكي يكون طليعة المصالح الإيرانية في المنطقة وبتصويت على من سيمثل الإيرانيين فيها. ويقول الكاتب إن الكاظمي استطاع الأسبوع الماضي نيل ثقة البرلمان، وكان هذا بفضل مصادقة نصر الله عليه، لكن المصادقة على حكومته كشفت عن الثغرات التي خلفها مقتل سليماني. ويقول الكاتب إن الكاظمي وجد نفسه أمام مشكلة مع واحدة من الميليشيات القوية الموالية لإيران كتائب حزب الله، والتي اتهمته بتسهيل اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الساعات الأولى من صباح 3 من كانون 2 الماضي. كما أشار الكاتب إلى أن الكاظمي التقى قبل أسابيع مع ممثلين من ميليشيا حزب الله برعاية الرئيس العراقي برهم صالح، وأكد لهم أنه لم يلعب دورا في العملية الأمريكية. وقال مسؤول على اطلاع بالمحادثات التي جرت إن الاتفاق غير الرسمي هو عدم وقوفهم في طريق وصوله إلى رئاسة الوزراء، لكنهم سيواصلون التحدث ضده. يعرف مصطفى الكاظمي أو يعرف أن رئاسة الوزراء في العراق جاءته في توقيت حساس، وأن العالم يتجه نحو مرحلة كبيرة وبالغة الصعوبة بسبب تداعيات جائحة كورونا. غسان شربل يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن المهمة الأصعب للكاظمي تبقى في كيفية الخروج من الوضع الراهن الذي كرس للعراق، مختبرا للعلاقات الأمريكية الإيرانية وتبادل اللكمات والرسائل. فليس سهلا أن تكون رئيسا للوزراء في بلاد ما بين النهرين، وهي أيضا بلاد ما بين السفارتين. الحقيقة أن أخطر ملف على طاولة رئيس الوزراء الجديد هو ملف الفشل العراقي الواضح في مرحلة ما بعد صدام. فشل في بناء مؤسسات دستورية صلبة تحفظ حقوق المواطن وهيبة الدولة معا،
والحقيقة هي أن معظم القوى السياسية لم تنخرط في معركة بناء الدولة وفضلت الانخراط في معركة تقاسمها واستباحة مواردها. ويعرف الكاظمي أن الشرعية التي حازتها الميليشيات بفعل مشاركتها في محاربة داعش تحولت عبئا قاتلا بسبب الإصرار على إحلال منطق الفصائل والتلويح بالقوة مكان منطق المؤسسات ودولة القانون. كما يعرف أن العراق تعرض لعملية نهب غير مسبوقة جعلت دولة تنام على النفط تخشى من عدم قدرتها على تسديد رواتب المتقاعدين. جاءت الانتفاضة العراقية أشبه بصرخة احتجاج على فشل الحكومات المتعاقبة في مواجهة وحش الفساد. وأظهرت الانتفاضة أيضا أن العراقيين تعبوا من تكريس بلادهم ملعبا لاختبارات القوات الأمريكية الإيرانية ومن تبادل الرسائل الصاخبة على هذا الملعب، خصوصا بعدما انسحبت أمريكا ترامب من الاتفاق النووي وأعادت فرض أقصى العقوبات. وأظهرت عملية القتل التي تعرضت لها الانتفاضة وبقيت بلا عقاب غلبة منطق الفصائل على منطق الدولة. الكاتب يختم بالقول إن مهمة الكاظم تبدو صعبة وشائكة، ولابد من الإنصات إلى أرسائل المحتجين والتعامل معها إذا أمكن مع ملف من تفننوا في اغتيالهم، ولابد أيضا من خطة لمواجهة التردي الاقتصادي ووقف عملية النهب التي تسيطر عليها ساسة البلاد. إلى مقال آخر وجاء في مطلعه، في توقيت شبه متزامن تشرع إيران بسحب وحدات من حرسها الثوري المرابطة في سوريا. صحف الكيان الصهيوني تسرب الخبر ووسائل إعلام غربية تؤكده، فيما الولايات المتحدة تشرع في سحب بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية وتعيد أسرابا من طائراتها القاذفة المقاتلة المرابطة هناك إلى قواعدها الخلفية. غريب النتاوي يحاول في صحيفة الدستور الأردنية أن يحل اللغز وراء هذه الخطوات الأمريكية والإيرانية المفاجئة. المزيد في المادة الآتية. إيران لم تعترف بخطوتها السورية المفاجئة بعد، وواشنطن تقول إنها لم تعد تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل أو السعودية في معرض تبريرها لسحب قواتها من السعودية. على مسار آخر تقول المصادر إن صفقة تبادل للسجناء بين طهران وواشنطن تكاد تكون نضجت أخيرا. على مسار آخر كان العراق يجتاز محنته الحكومية بعد أكثر من 6 أشهر على فراغه الحكومي، إذ نجح مصطفى الكاظمي في تشكيل كابينته وسط تبريكات إيرانية أمريكية فورية. وكان لافتا أن أول سفيرين يستقبلهما في مكتبه بعد نيل الثقة هم سفيرا طهران وواشنطن. التسوية الأمريكية الإيرانية التي سهلت تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تعد تعبيرا عن رغبة مشتركة في تفادي التصعيد وربما توطئة لما بعدها. تأتي هذه التطورات فيما وسائل إعلام غربية تسعى في قراءة مغزى تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي ذكر فيها بالصلح الذي عقده الحسن بن علي مع معاوية بن أبي سفيان باعتباره تجسيدا لمقولة المرونة البطلة، وهي ذات التغريدة التي أوردها قبل شروع إيران في مفاوضات مع مجموعة 5+1 حول برنامجها النووي قبل أن يسحبها من التداول مع مجيء ترامب للبيت الأبيض. فهل تمهد تغريدة المرشد ضوءا أخضر لتطور قادم؟ وبحسب الكاتب فإن هذه التطورات إن لم تكن اختراقا كبيرا من نوع استئناف المفاوضات بين الطرفين تحت أي صيغة أو مظلة، فإنها على أقل تقدير مؤشر على رغبة بضرورة تفادي موجات جديدة من التصعيد، سيما من الجانب الإيراني الذي يبدو أنه بات منهكا من العقوبات الأمريكية، وكذلك بسبب تدهور أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا. الآن إلى المقالة الأخيرة وهي من صحيفة لوموند الفرنسية، وجاء فيها إن مجمل الوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط لم تتجاوز 1200 حالة حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، رغم ما كان متوقعا من أعداد وفيات كبيرة في هذه المنطقة. وتساءلت الصحيفة الفرنسية عن أسباب ضآلة عدد الوفيات على الرغم من قرب دول الخليج من إيران، الدولة المصدر الرئيس للعدوى بعد الصين، وأوجه القصور الواضحة في الأنظمة الصحية في سوريا ولبنان والعراق واليمن. المزيد بشأن فيروس كورونا في سياق المادة الآتية.
في مقارنة سريعة، أظهر مقال الصحيفة أن قتل حوادث الطرق في لبنان منذ 15 من آذار الماضي أكثر من قتل فيروس كورونا، وأن عدد الوفيات بالمرض في فلسطين أقل بخمسين مرة من عددها في إسرائيل. وتابعت الصحيفة أن السعودية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة يساوي عدد من أودى الوباء بهم وعدد من حصدهم في النرويج التي لا يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة. ولاحظت الصحيفة أن عدد الوفيات الذي كان متوقعا في الشرق الأوسط العربي وفي أفريقيا لم يقع، وعلل ذلك بعوامل عديدة مثل شباب السكان والتجربة السابقة مع الأوبئة وانخفاض معدل التلوث وضعف أو عدم وجود شبكات النقل العام كالقطارات والحافلات، مما يحد من اختلاط الناس. وأخيرا، بقاء المسنين في هذه البلدان غالبا في منازلهم لأنهم على العموم يعانون من أمراض مزمنة، ولأن أنشطة المسنين نادرة. ورغم أن أسباب عدم تفجر هذه القنبلة غير معروفة ولا توجد تفسيرات نهائية لها، فإن العامل الذي يتفق عليه الجميع تقريبا هو السرعة النسبية التي اتخذت بها السلطات في هذه الدول تدابير الحجر إدراكا منها لهشاشة سكانها. وترى الصحيفة في ختام تقريرها أنه يجب قبل استخلاص النتائج انتظار نهاية جائحة كورونا في المنطقة، خاصة أن منحنى الإصابة اليومي في مصر ودول الخليج ما زال في طور النمو. تعتزم ألمانيا حظر إضافة سكر إلى مشروبات الأعشاب الخاصة بالرضع والأطفال في المستقبل، وأضافت إرشادات جديدة على عبوات التغليف بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تطرح وزيرة الأغذية الألمانية يوليا كلوكنر مرسوما ينص على ذلك للنقاش الأسبوع المقبل في مجلس الولايات الألمانية. وينص المرسوم على أنه لا يجب إضافة أي سكر أو مكونات تحلية أخرى مثل العسل أو خلاصة الشعير أو العصائر المركزة إلى شاي الأعشاب والفاكهة للرضع والأطفال الصغار. وينص المرسوم كذلك على وضع إشعار على العبوة أو على الملصق الخاص بالمنتج للتحذير من إضافة السكر أو مكونات التحلية الأخرى عند تحضير المنتج. كما يجب أن يكون هناك أيضا إشارة إلى الحد الأدنى من العمر المسموح بتناوله هذه المشروبات الذي لا يجب أن يقل بشكل عام عن 4 أشهر. الآن نتابع وإياكم كاريكاتير اليوم. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.